متابعي كرة قدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم مواعيد مباريات كرة القدم ليوم الخميس 14 مارس 2019. الدوري الأوروبي، مباراة دينامو كييف وتشيلسي في تمام الساعة 8:05 بتوقيت مصر والتاسعة 5:05 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 1. ضمن مباريات دور 16 بدور العودة، مباراة نابولي وريد بول سالزبورغ في تمام الساعة 8:05 بتوقيت مصر والتاسعة 5:05 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 4. كرانسودار وفالنسيا في تمام الساعة 8:05 بتوقيت مصر والتاسعة 5:05 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 2. بنفيكا ودينامو زغرب في تمام 10:00 بتوقيت مصر والحادية 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 5. انتر ميلان وفرانكفورت في تمام 10:00 بتوقيت مصر والحادية 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 4. أرسنال ورين في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر والحادية 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 1. فياريال وزينت في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مصر والحادية 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 3. سلافيا براغ وأشبيلية في تمام 10:00 بتوقيت مصر والحادية 10:00 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة بين سبورت اتش دي 2. الدوري السعودي، الفيصلي والقادسية بالجولة 24 في تمام الساعة 6:50. الدوري السعودي، الفيصلي والقادسية بالجولة 24 في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر و7:45 بتوقيت السعودية. التعاون والفتح في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مصر و8:15 بتوقيت السعودية. دوري نجوم قطر، الأهلي القطري والشاحنية في تمام الساعة 5:05 بتوقيت مصر و6:05 بتوقيت السعودية بالجولة 19. الخريطيات ونادي قطر في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مصر و8:15 بتوقيت السعودية.